السلام عليكم خوتي احبابي اصدقائي مواطنين. احنا كنا مواطنين وكنا كنوقعوا في الخطا، لان هذا السيد المحامي اللي هو بات ولدي راه ضحك عليا مزيان، ضحك عليا من جميع الاوراق ما كملهاش، راه كاين شهاده الخطوبه، ضحك عليا ادى ليا فلوسي رزقي كامل اللي بالوراق واللي بلا وراق. ودابا هاد الدار انا اللي جالسه فيها راه ديالي وفلوسي طالعه وبرزقي طلعت. واليوم يا سيدي انا كنطلب من الله ومن محمد السادس ومن اسره العلويه ومن الراي العام ومن العداله ومن وزير العدل ومن هيئه الجديده، نقابه هيئه الجديده، دير معايا حل مع هذا المحامي اللي هو الاستاذ بهيئات الجديده. عمرني ما بغيت نوضح سميته، ولكن اليوم انا وضحتها. انا والده معاه دري وعنده 17 سنه، عمر الدري ما جاب لي حتى درهم، هي الاخرى الا هذا العام ولا كيكذب عليه عطيتك 100 درهم. كنت انا اللي كنخلص المدرسه، انا اللي كندير كل شيء. واليوم يا سيدي، اليوم يا سيدي هذا راه غدرني، هذا راه ضحك عليا، هذا راه خلى لي ولادي بلا قرايه، هذا راه كذب عليا، هذا راه بزاف محني، راه ديك الغدي ديالو بيه انا باش قطعت هاد الرجلين، راه لا ما الدرهم هي الاخر ما عطاتني. وصل العيد الكبير في التليفون يقول لولده ما عنديش، ما عنديش با، عمر الدري ما شافه جايب لي العيد الكبير، ولا شايفو شاري ليه موطور بحال الناس، ولا شافو شاري ليه بيكاله جديده بحال الناس، ولا شافو شاري ليه لعبه بحال الناس. ضحك عليا وعلى ولادي، بقاو ليا بلا قرايه، بالمشاكل كيجي يدير لنا المشاكل وكيقول لينا خرجوا برا ما عندكم حتى حاجه. عيت ما نسانس معاه، عيت ما نسانس معاه، عيت ما نسانس معاه، عيت ما نسانس معاه، والو. حتى وصلت لهاد الحداد، هاد الحداد اللي قطعت فيه رجلي وبقيت الريال ما يدورش، هاد الحداد اللي هو مرضني، اللي وليت شاده فراشي. انا كنت صحه جيده، انا كنت كي العوده، كنت كنضحك كي العوده، كنت كان الراجل اللي شافني كيبقى يتلفت، وهو شدني تضحك عليا مزيان وتقتلني بالفقصه مزيان، وحتى ضحك عليا مزيان. ولادو بنته راه كدير في دار الضريبه في تطوان قاعده، بنته الاخرى طبيبه، بنته الاخرى ولده الاخر خدام في الجرف، يعني هو ولادو خدمه ونجحوا. حنا ولادنا خلاهم الله الله، ضربنا عليهم على التصيله والمعدن يا سيدي. واليوم كنطلب من الله ومن مالكنا ومن محمد السادس ومن العداله ومن الاسره العلويه ومن الراي العام ومن السيد الوزير باش يشوف لي في هذا الملف ديالي. انا ما قاريش وما عارفاش وما سامعاش وما كنفهمش وما كنعرفش، واللي دارها ليا واللي عطاها ليا قال لي سيني عليها، راك تسيني عليها، حيت هو كان استاذ محامي، كان غادي في الثقه ديالي، كنت غادي انا في ثقته، مشيت انا في الثقه، انا تنصب عليا في ثقه، في ثقه مع استاذ محامي قاري القانون، قاري القانون معدي اليمين، قاري الدكتوره معديها. اما انا ما عارفاش، انا راجل وبقاو ليا ولادي صغار وكنت زينه، يطمع فيا المقدم، يطمع فيا البوليسي، يطمع فيا القاضي، اي واحد مشيت لعدو، حيت كنت باقا صغيره، واخا عايد حكوا عليا، انا هذاك الراجل علاش انا قلت نتغطى، حسن من نتستر، حسن من الراس العريان، ساعة هو راه عراني مره، راه قطع عليا الرجلين مره، راه قطع عليا النفس مره، راه الريال ما بقاش يدور، راه الريال درك راه باغي يشردنا، راه داير بينا معاينه الرئيس المحكمه، شكون اللي كيتجاد في الدار؟ بغى يقول لينا برا، برا، مره. على رزقي بغا يقول لي مره برا،
واليوم كنطلب من الله ومن العداله ومن محمد السادس ومن الاسره العلويه ومن النقابه الجديده ومن وزير العدل ومن النقابه الكبيره ديال الرباط باش يدخلوا من الراي العام باش يدخلوا في هذا الميل ديالي يحلوا لي رزقي. راه ما عنديش عين نمشي، راه عليه نموت وعليه نعيش، عليه نموت وعليه نعيش، عليه نموت وعليه نعيش رزقي وديالي. وعاش محمد السادس، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. هذا الملف ديال الرهين واحد جوج الناس كان راه ليهم هو ما فيهم البومبي، يمكن لكم تعيطوا عليه بغى فلوسه شحال هو كيضارب اخر ولا معايا انا في الاخر. قلت له خويا بغيتي فلوسك باش نبقى هانيه مصدح، عطيته فليساتو مشى كتبت انا وياه كتب معاه صافي خوا الدار. الدار فوقانيه كان راهنها حتى هي سعاد المنيول زائد واخذ 4 مليون من عاد النوطي عاطيها من السيده اللي كانت راهنا راجلها. راه 9 مليون تما ولاو كيضربوا معايا ولاو كيطلي لي حوايجي بالزبل ولاو يتعيروا معايا كيقولوا لنا سيري جيبيه لينا سيري جيبيه لينا راجل جيبي لينا راجلك اليوم سيري راجلي انا ملي غنجبدو كنقول طلعوا عندو سيروا عندو للدار الاخرى سيروا عندو للدار الاخرى انا راه ما كيجيش عندي. المهم كيضربوا معايا حتى وصلنا قالت لك بغاو فلوسهم تسلفت ليهم فلوسهم 9 مليون عطيتها ليهم خادوها بها هي بالوراق ديالها بكل شيء لها الوريقات موجودين كل شيء كاين فكيتهم فكيتهم.